مسهل يا رب، لان هو في النهايه زي ما احنا قلنا ان نجاح قطاع الناشئين بيكون بهذا الشكل الرائع، ودور الحقيقه كابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور رائع جدا خلال الفتره الاخيره، طبعا في ظل توجيهات مجلس اداره محترم ولجنه التخطيط الحقيقه اللي عاملين شغل رائع، المنظومه كامله، لازم نقول المنظومه كامله، كابتن محمود ولجنه التخطيط وكابتن خالد بيبو الحقيقه كلهم ليهم دور كبير جدا فيما يحدث. ده حقيقي، ده حقيقي. يمكن احنا في البدايه بس يمكن انت حتى قبل الهوا كنت عمال تقول لي ان كابتن خالد بيبو عامل شغل كبير جدا، والناس والمنظومه ومجلس الاداره واللجنه الفنيه. بصراحه انت قبل حتى على الهوا عمال تكلمني في النقطه دي بالذات يعني. فحابب برضه اتكلم في النقطه دي. كابتن خالد بيبو فعلا بيتعب جدا في قطاع الناشئين، وعامل تطور رهيب في على المستوى كمان البنيه التحتيه وكمان الحته الاداريه كمان والمنظومه نفسها والسيستم الجديد اللي عامله. نعم. عامل شغل كبير جدا. يمكن الحمد لله في تطوير كبير جدا حتى في النتائج. لما تيجي تتكلم مثلا كابتن اسلام في نقطه، السنه اللي فاتت مشاركات القطاع عندنا كانت في 6 مشاركات في الدوري السنه اللي فاتت، احنا واخدين من الست مشاركات دول 4 بطولات. ولا حد بيتكلم يقول لك في قطاع الناشئين عندنا مش عارف ايه، والفريق الاول يوم محتاج احنا طلعنا له فريق كامل اشتغل فوق. ازاي ما يبقى نجاح كبير الحمد لله حقيقي. وبدليل ان انت عندك حوالي 5 6 عناصر موجودين دلوقتي في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. نعم. لعيبه فعلا اللي هي 2001 2002 2004 كل العناصر دي موجوده فوق الاعمار السنيه دي. حقيقي. وكمان مطلع اعراض كتير جدا بره. ده نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح طبعا. بس فيعني النقط دي كان لازم ناكد عليها، لان فعلا وانا عارف ان انتوا هنا الحمد لله في القناه بتوضحوا كل الامور طبعا دي على قد ما بنقدر يعني، ان احنا بنحاول على قد ما نقدر. عندنا 2005 عندهم مباراه باللاعب ونقدر نزاعها بنزاعها، 2001 عندنا مباراه بنقدر نزاعها بنزاعها، تقريبا كل المباريات اللي على ارضنا لكل المراحل السنيه. طبعا ده بيكون بالاتفاق مع اداره الاعلام واداره القطاع، مدير قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو. ده حقيقي. لما بنتفق على حاجه بتتعمل، لانه جمهور الاهلي محتاج يشوف مثل هذه المباريات، يعني حاجه من حقوقنا بنحاول ودي نعمل. يا كابتن اسلام برضو مهم جدا ان انا اشكر حضرتك على الهواء، لان بصراحه انتوا قايمين بدور كبير جدا، حاجه على مستوى اعلى مستوى فني بصراحه في الاستديوهات والتغطيه العامه. يعني لما تيجي مباراه زي عندنا اللي انت غطيتها دي الاسبوعين اللي فاتوا، حاجه في قمه الروعه بصراحه. لا الحقيقه ده بشكرك يعني جدا يعني على فعلا حاجه محترمه، وبشكر اداره القناه كامله يعني. طبعا، لكن هي دي حاجه الحقيقه ده واجبنا ومجهود كل العاملين في القناه. ده حقيقي. بيحاولوا على قد ما يقدروا خصوصا في قطاع الناشئين، لان انت خلي بالك دي حاجه حقوقنا. ده حقيقي. لكن هي بتبقى فيها بعض الصعوبات لامور معينه، والحقيقه كابتن خالد بيبو بيحاول يحل كل هذه الامور مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، لان بتبقى امور يعني فنيه اكتر منها. ده حقيقي. فنيه في التصوير يعني اكتر منها في اي شيء اخر، ولكن في النهايه نتمنى يا رب كل التوفيق لقطاع الناشئين.